عليكم به. لواركن خضير معك مدير المحاربين يسمعك تفضل. الو السلام عليكم سيد العزيز. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيد العزيز انا كل شيء ما رايد، انا كل شيء ما رايد، عندي خدمه بالجيش 20 سنه، جيت لحضرتكم شؤون المحاربين. والله هسه تحكي ويا الاخ على شغله رئيس الوزراء شخصيا يعني. زين. يوم الاحد المصادف 23 هاي قبل فتره. هذا الاحد الفات يوم 23 بالشهر. اي. اجى بزياره المتنبي. دولة رئيس الوزراء اجى زياره. نفسه شخصيا. زين. واني مؤتمن من الله ومنكم. فقال اي شيء عنده واحد شخصي خليه يواجهني. اجى مدير التشريفات مالته قال قدموا طلبات وطونا رقم تليفوناتكم. شغلتي جدا بسيطة. اللي هي؟ عندي خدمة 22 سنة بالجيش ما حسبوها. حسبوا لي بس مال وزارة الداخلية. طلعوا لي خدمة 19 سنة و10 أشهر من غير ال 20 سنة، ال 20 سنة تنضرب ضعف يعني تصير 40 سنة. تدري شو يقولوا لي؟ يقولوا لي اعذرنا لازم تصير 20 سنة يلا تطلع، وهاي مقدم معاملة أنا من 2017 والتقاعد العام ما يشهد. وشؤون المحاربين يشرب اطلع على شؤون المحاربين يدقون اسمي بالحاسبه هاي طبعا ما مذكوره نهائيا لاول مره بالعراق كله واشهد عليها دقوا اسمي لقوا اسمي ولقوا اسم امي حتى الرباعي اللي انا ما اعرفه طلعوا لي طلعوا لي الرقم الاحصائي قلت لهم خدمتي وين 20 سنه قالوا ما عنده خدمه شلون بس اريد افتهم هاي النقطه من 2017 لحد الان ما حد فهمني بها واريد ادخلها بدماغي ما اقدر اسمي موجود رقم احصائي موجود التاريخ اللي طوعت بيه بسنه الثمانين طلعوا لي موجود موجود طلعوا لي خدمه ما عندك زين ال 20 سنه اللي خدمتها اني وين بس اريد افتهم هذا السؤال طارح نفسه من 2017 قابلت لواء مدير المحاربين كله قابلته شخصيا لواء نفسه لواء قال لي خلاص ما عندي ما عندك خدمه انتهت قلت له زين شلون انا اسمي موجود وهذا الرقم الاحصائي وخدمه ما عندي بس اريد افتهم هاي زين من 2017 لحد الان اريد افهم شنو ما اعرف زين وبالمناسبه البيت تفجر مرتين لان منتسب قوات امنيه زين لا تعويض ولا كل شيء احنا راح نتصل نعم بلواء ركن خضير مدير المحاربين نعم خلينا نفتهم الموضوع مالتك تفضل يمي هنا بس عمد الصوت تفضل يمي هنا يا ريت يرد عليك لا ان شاء الله لواء خضير ما يقصر وي واحد عنده مشكلة يحلها هو ترى برتبة وزير يعني أي شخص محافظ أو مدير يعتبر بدرجة وزير السلام عليكم سيد اللواء عليكم السلام ورحمة الله الأستاذ الخطاب شلون الصحة عساك بخير الله يحفظك ويديمك أخ عزيز سيد اللواء احنا هسه تويانا على الهواء وأكو مناشدة وأريدك تسمعها من الرجل الكبير بالسن اهلا وسهلا فيكم بي لواء معك مدير المحاربين يسمعك تفضل الو السلام عليكم سيد العزيز عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيد العزيز انا كل شيء ما رايد انا كل شيء ما رايد عندي خدمه بالجيش 20 سنه جيت لحضرتكم شؤون المحاربين طلعوا اسمي وطلعوا التاريخ اللي وطلعوا التاريخ اللي انا متطوع به بسنه ال 81 وطلعوا لي رقم الاحصائي وقالوا لي خدمه ما عندك شلون هذا؟ ما عندك، أنت مكلف لو مطوع؟ مطوع بسنة 1981 سيدي على وزارة الداخلية. جيد، وحاليا بالجيش لو طالع. أنا طلعت من 2017، كملت خدمة بالداخلية، جيت أطلع تقاعد قالوا لي سنك القانوني كان 45 سنة وهسه 60، فقالوا لي إلا 20 سنة، طلعوا لي خدمة 19 سنة و10 أشهر. قالوا لي تجيب الشهرين تطلع تقاعد ما تجيب الشهرين ما لك كل تقاعد وانا من سنة 2017 ولا ازال لحد الان زين بعد باكر انا عندي التزام نعم بعد باكر تفضل يمي نعم نشوف لك شنو الاوليات الموجودة منكم هذا كله طيب الله يعزك سيدي موجودة طلعوا لي اياها بالحاسبة اسمي وعنواني ورقم الوظيفة ورقم الاحصائي اعطوني قالوا كل خدمة ما عندك ليش انت بالجيش وين خدمت؟ خدمت انا كنت بالداخليه قرار 95 اذا تذكر حولوني للجيش بال 86 مديريه الحدود نعم. العامه واستمريت ونقلت نعم. للالويه مال الحدود ومن عندها هسه كل شغله ما عندي انا نهائيا يعني مثلا دفتر خدمه او شيء ما عندي فقط الامر الاداري مال التطويع زين ومال يعني من ترك الخدمه عندك موجود؟ لا
دفتر خدمة بأحد العمليات الإرهابية اللي صارت بالكوت، احترق بيتي وراحن كلهم ضربوني عبوة. أنت سوين؟ أنا حاليا هسه ببغداد ساكن صويرة. ساكن صويرة؟ نعم. تقدر تشرفنا مثلا؟ نعم. سيد اللواء شنو؟ ما بدنا نسمعك. اقول لك يجيني للدائرة ونشوف شنو الموضوع اللي نقدر نساعده به، دلنا ما خاطر الا طيب. زين سيد اللواء اسمه شنو اسمك؟ حسن خضير حنوف. حسن خضير حنوف. خير ان شاء الله يجينا، اهلا وسهلا بيك وبي. سيد اللواء ينتظرك شخصيا. نعم. بعد باكر مو سيد العزيز؟ اي بعد باكر، باكر اكو عندنا التزام. بالساعة بعد باكر؟ يجينا وما يكون خطرك الا طيب. الله يبارك فيك وشكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا بك، شرفتنا. حياك الله. شكرا جزيلا، ما تقصر. تدلل. يعزك الله. واني خادم. يعزك الله، بس صدقني 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 ما يسوون شيء. لا قول لي. بس اسمع لي.